أستاذ علي لاعب جديد في المشهد فرض نفسه بقوة، ما اتفق على تسميته بالميديا الجديدة أو وسائل الإعلام الجديدة، اليوتيوب، فيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. إلى أي مدى هذا اللاعب الجديد أثر بشكل سلبي أو إيجابي فيما اتفقت عليه حضرتك والأستاذ صلاح بأنه في فوضى وانحراف أخلاقي إعلامي؟ هو أثر بشكل كبير طبعا، إن اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بقت يعني منصة جديدة الناس كلها بتتكلم من خلالها، سواء بالنسبة للفضائيات أو حتى للأشخاص العاديين اللي هم ممكن يكون قاعد في البيت فيعمل شاشته الخاصة بيه أو قناته الفضائية الخاصة بيه، يقعد يتكلم مع كاميرا كمبيوتر ويقول كل اللي هو عايز يقوله نعم ويطرحه على مواقع اليوتيوب أو المواقع التواصل الاجتماعي. كمان القنوات الفضائيه بقت بتستخدم السوشيال ميديا سواء اليوتيوب او تويتر او فيسبوك لصالحها برضو، لجلب اعلانات اكتر او التوسع بشكل اكبر او الانتشار بشكل اكبر، من خلال ان هم لقطه مثلا زي لقطه الخناقه ديت فتلاقيها مقصوصه وبتتشير في كل مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات ساخنه مثلا لحد في برنامج فبرضو تتقصقص وتتشير لمجرد الانتشار وتوسيع المجال بتاع القناة، وفي نفس الوقت بيجي عليها برضو إعلانات على اليوتيوب بيبقى مصدر دخل جديد. لكن أيهما أكثر تأثيرا في الآخر؟ الاثنين أعتقد إنهم بيأثروا على بعض، بس مواقع التواصل الاجتماعي بقى صوتها أعلى لأن هي بتستهدف شريحة الشباب اللي هم من سن 16 وأقل لحد 22 23، فبدأت التعاطي معاها أسهل وأسرع. لكن انا يمكن برضه هدفي من السؤال انه احيانا بتجد بعض البرامج التلفزيونيه بتبني مساحه كبيره جدا من تواجدها على هذه المواقع، يعني حتى المحتوى اللي المحتوى اللي بيقدمه، يعني يقول لك جوله الاخبار مثلا بيستقيها من كذا، ممكن يعمل موضوع او تحقيق من موضوع او مشكله موجوده على الفيسبوك مثلا. ما دي كارثة. يعني انا قصدي انه ربما اللاعب الجديد ده او الميديا الجديده اصبحت اكثر طغيانا او اكثر صحيح تاثيرا ونفوذا، وبتتحكم بشكل اكبر في القنوات الفضائيه وبتتحكم في التوك شو بتاع النهارده هيتكلم في ايه، مثلا فيديو صغير مدته 30 ثانيه او حتى دقيقه واحده بيتحكم في كل البرامج التوك شو الليلي وممكن لحد تاني يوم كمان. بس الكارثه في ان هو ان انت بتستقي احيانا كتير معلوماتك من مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع ديت بتكون مبنيه احيانا كتير على اخبار وهميه وعلى فيديوهات وهميه وعلى فيديوهات مزوره وحاجات ملهاش اساس من الصحه وصور مفبركه وحاجات بالشكل ده، وبيتم تداولها على ان هي حقائق ومعلومات حقيقيه، وشفنا من ده كتير مشاكل صحيح. كتير كانت بتحصل صحيح. وفي الاخر بيظهر ان الصوره دي اصلا ما هياش في مصر او ما هياش في سوريا او ما هياش في اي مكان، وصوره قديمه مثلا من مكان معين فيبدا الناس تتداولها على ان هي صوره حقيقيه في موقف معين، وده كان بيأجج مشاعر ناس كتير خاصه لما يكون في ازمه مثلا في مصر في اي مجال من المجالات، تلاقي صوره طالعه يقول لك ده فلان اللي قتلوه، فيجي ده مش هو ده اللي قتلوه ولا هو اصلا مات ولا اي حاجه، فتلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي شغاله على ان الصوره ديت من موقع الحدث وهي اصلا ملهاش اي علاقه، وبرامج كتير بتقع في نفس الغلطه ان هي ما بتحاولش ان هي توثق كلامها او تشوف الصوره دي حقيقيه ولا لا، وبيتم تداولها وفي الاخر يقول لك تاني يوم بنعتذر عن الصوره اللي احنا نشرناها. طب والغريب امبارح برضو ان الناس بتتفرج برضو تاني على مثل هذه نوع البرامج، يعني برضو الناس مستمره رغم انه اكتشف زيف وزور ما يقدم ليه، واحيانا بيكتشف كذب حتى المقدم البرامج صحيح. او المذيع، ومع ذلك برضو بيتابعوا وبيشوفوا. ليه بقى؟ لان مفيش بديل. بديل جيد. بديل جيد بالظبط كده، يعني احنا مثلا لو احنا بنتكلم في الفكر عموما، مثلا لو في كتاب بيقدم نظريات مثلا خاطئه او وجهات نظر مش مظبوطه فلازم يبقى قصاده كتاب بيرد عليها. نعم. فتبقى انت شايف عندك الكتابين وتختار، انت شايف ان ده غلط يبقى في حاجه تانية احسن قدامك تروح تشوفها، لكن حاليا المشهد كله الاعلامي مشهد مرتبك، وحتى التلفزيون المصري ما بقاش بيقدم الرساله اللي هي المبهره او ما بيقدرش يجذب شرائح الناس اللي هي بتتفرج على القنوات الفضائيه، سواء بقى الاسباب ليها علاقه باسباب ماديه فما فيش ديكورات مبهره، ما فيش مذيع ليه كاريزما معينه، ما فيش صرف على امكانيات معينه او حاجات بالشكل ده، فتلاقي ان هو ما عندوش بديل غير ان هو يتفرج. طيب